استاذ كريم، بما اننا بنتكلم بقى عن القطاع الخاص وبنتكلم عن المستثمرين اجانب ومحليين، وحضرتك بتقابلهم بشكل كبير ومتواصل، انطباعات المستثمرين الجدد او الناس المستثمرين عموما على الاصلاحات الهيكليه اللي بتتم في مصر؟ صباح الخير وشكرا على الدعوة الكريمة، وشرف لي ان انا اكون هنا النهاردة. الحقيقة احنا بطبيعة عملنا كيمكن احد اكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، فاحنا بنتعامل مع بشكل مستمر مع مستثمرين اجانب كتير بيبصوا على فرص استثمارية في مصر، والحقيقة ان كانت رد فعلهم على الاصلاحات الاخيرة ايجابية للغاية، وده شفناه في دخول استثمارات غير مباشرة في اذون وسندات الخزانة المصرية بارقام ضخمة للغاية، وكمان في أسعار السندات المقومة بالدولار اليورو بونز اللي زادت بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيمكن احنا فيه باستثناء بجانب كتير من المشروعات اللي تم ذكرها وجانب مشروع رأس الحكمة، في مشروعات أخرى كتير بتدرس النهاردة، لكن في رأيي الشخصي أن يمكن أحد الأساليب لتسريع وتيرة الاستثمار القطاع الاستثمار الأجنبي هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري، لأن لما المستثمر المصري بيبتدي يستثمر ده بيدي أكبر رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي على أفاق النمو في البلد. طيب، كونه عامل جذب مهم بالنسبة للاستثمار الأجنبي، إزاي نقدر نقيس ردة فعل القطاع الخاص المصري لبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة؟ طبعا في مؤشرات كتيرة ويمكن مش كلها متاحة لنا النهاردة، لكن المؤشر اللي احنا بنتابعه يمكن على نحو شهري هو مؤشر مدير المشتريات الـ PMI Index اللي وصل في مايو إلى 49.6 نقطة، ويمكن ده أقل بشوية صغيرة عن 50 نقطة اللي بيعتبر فيها المستثمر إن القطاع الخاص في أي بلد حوالين الدنيا بيتوسع، إلا أن دي أعلى قراية للمؤشر دوت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت، ويمكن تبقى بداية مبشرة نتمنى أنها تستمر. فتوقعنا ان معدل التضخم هينزل، ومعاه ان شاء الله سعر الفايده هتبتدي تنزل، الفايده المحليه هتبتدي تنزل، ومع استكمال الدوله لمشروع الاصلاح الاقتصادي نتمنى ان احنا نبتدي نشوف المؤشر دوت بيطلع فوق ال 50 نقطه شهريا، ومعاه تبتدي تزيد حركه الاستثمارات الاجنبيه المباشره الى مصر خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.